بعد كده هنتكلم عن التقسيمة، هما مقسمينها المنتجات الداخلية. يبقى احنا هنتكلم رقم واحد عن الاندور برودكتس او الاندور لايتنج، المنتجات الداخلية بتاعتهم عبارة عن الستاندرد برودكتس اللي هي الانارة التقليدية، سواء كانت البلب اللي هي اللمبات او المصابيح او السبوت لايت، تمام، الخاصة بالانارة الليد. بعد كده في عنده متميزين في الفريم اللي هي إنارة الإطارات أو إطارات الإنارة بيسموها. بعد كده الداون لايت اللي هي إنارة السقف، في منتجات كتير موجودة عندهم. في الستريب لايت اللي هي بنسميها الإنارة الشريطية، وفي الأوفيس لايتنج اللي هي إنارة المكاتب. يبقى خلي بالك دي المنتجات الداخلية أو الإندور برودكتس. بعد كده هندخل على الاوت دور لايتنج او الاناره الخارجيه، تمام. في الخارج هم بصراحه عندهم منتجات كتير زي السولار جاردن لايت، وده مهم جدا، اناره الحدائق بالطاقه الشمسيه. اناره الحدائق بالطاقه الشمسيه الزام المتميزين جدا فيها. بعد كده في الاناره الارضيه اللي احنا بنسميها ان جراوند لايتنج، وفي عندي البالك هيد اللي هي الاناره الجداريه الخارجيه، واللينير دراي بروف لايتنج اللي هي الاناره الطوليه الخارجيه برضو، والسبايك لايتنج، تمام، اللي هي الاناره الغرس، تمام، والفلود لايت طبعا الكشافات الخارجيه، والاندستريال فلود لايت الكشافات الخارجيه الصناعيه، والستريت لايتنج اللي هي اناره الطرق، والهاي باي اناره المستودعات طبعا بيستخدموا الاستودعات الدائريه، واللينير ستورج لايت إنارة المستودعات الطولية. هنبدأ ندخل في الكتالوجات.